مرحبا جايز، كيفكم؟ يوم جينا زيارة البيت المقلوب، اسمه ترس ايف، يعني بيت من المقلوب، كل شي فيه بالعكس. حلو جايز، حلو البيت. تعال نشوفه من هون الطرف الثاني. تعالوا انا تعبان شوي، ما تاخذوني سلي يوم المردان. ليكو ليك الطاولة الكراسي كيف محطوطين هيك؟ هن هيك بعنينه كله بالعكس هيك يعني؟ ايه. تعال شوفوا من جوا. حمام والتواليت بالعكس، هاي الدوش، هاي غسالة كمان بالعكس. هذا نازل هيك بنزول. تع تع شوف هنيك. شو هاي؟ هاي كلابايه، هاي طاولة وكرسي، طاولة كرسي، وهاي هاي بيقدروا يناموا. تعال نشوف الثاني. ليكي هاي، هاي خزانة كمان بالعكس. شنك تفتح تفتح. هاي تخت للماما والبابا بالعكس. فوق كمان. تعال نشوف الطابق فوقه. تعال نشوف الطابق الثاني. بابا بدي اقول اه. بسوكلايس. هذا لانه بالمقلوب. تعال نشوف. هم في شاشة ديوان الطاولة بالعكس وكله مقلوب، مزلة والغاز، تاورة الشفرة، صحون وكاسات، مكسب كهرباء. تحسوا حالكم دختو. هاي غرفة الألعاب، هاي روح رسم. لوحات بالمقلوب لسه في فوق. يلا تعالوا ننزل شوي شوي. لا ساعده، خلي هيك يعمل كم حركه. لا ما في ما بتحسن ما رفيعه. لا ليك يا بيقول يوب.
عن جد ماما طلع بجنن. بالواقع احلى من الشوارع. ليوسة شو رايك بالبيت؟ حلو. عجبك؟ احلى من بالواقع احلى من الصور يعني. جنب البيت في حديقه فتنا عليها نتسلى شوي. بعد عنه بس يلا ليك مي بس هاي. تعال نشوف هاي، هاي ناشفة. فوت من هون. قاعدين نطلع لفوق. لا لا تبعد، هنيك عالية. توقع. بس بس حاج نزل. يا جايش شو وقعت؟ كتير توجعت. انتو بدك تطلعوا انتبهوا، حطوا لايك واشتراك وقولوا سلامتك.